اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه واليوم حلقتنا حتكون جدا متميزه حتكون اقتصاديه بعنوان انواع الاسواق الاقتصاديه واهميتها كثير بيكون بيحتاجوا لمعلومات تكون مهمه ودقيقه للمستثمرين او اللي حابين انه هم يكون عندهم استثمارات وتكلمنا في سلسله من الحلقات الاقتصاديه مع ضيفنا اللي دائما مشرفنا دكتور محمد حماد ادم المستشار المالي وخبير الضرائب اهلا ومرحبا بك وكل سنه وانت طيب من بعد العيد عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، كل سنه وانتم طيبين وحقق الله امال الجميع ان شاء الله. وان شاء الله الحلقه تكون خفيفه وظريفه ان شاء الله. باذن الله دكتور زي ما دائما متعودين منك دائما حلقاتك بتكون فيها الفائده ودائما بتكون السهل الممتنع. في البدايه كده نحن نعرف مفهوم الاسواق. طيب ان شاء الله نحن اللي هنتحدث عن موضوع الناس تراه انه موضوع ما ما قوي لكن الموضوع ده هو لأنه بداية انطلاقة الطبيعية جدا لأي اقتصاد في الدنيا أي اقتصاد بيبدأ بالأسواق طبعا نحن لو نجي نتحدث عن السوق ما بنتحدث عن السوق اللي معروف بدكاكينه بناسه وتجارته هنا بنتحدث عن السوق كمادة اقتصادية السوق يعني المكان الذي يلتقي فيه البايع والمشتري في مكان أو عبر اتصال أو عبر وسائل وسائل الاتصال ايا كان نوع الالتقاء بين البائع والمشتري يسمى هذا سوق مم. ان كان محلي او عالمي او ايا كان نوعه بيعتبر سوق مم. فالسوق نحن دائما نتحدث عن السوق بالمعنى الواسع ده بالمفهوم الكبير يعني لانه السوق ما مربوط ب بمنطقة معينة أو مكان معين أو مهم. سلعة العمل. لكن في أقسام كمان نعم طيب كمان من يعني الأسواق دائما بتتقسم خلينا نقول على حسب استمراريتها يعني بنشوف في مثلا أسواق بتكون موسمية نعم بتتقسم حسب الاستمرارية بتتقسم الاثنين في أسواق دائمة مم. ودي الأسواق الديمومة جايها من الاستمرارية يعني اسواق مستمره ما عندها آه زمن معين او موسم معين او كده بتقف فيه م. فدي بيسموها الاسواق الدائمه بمعنى ان شنو مستمره طوال حياتك او طوال ما انت بتمارس في النشاط داخل السوق ده انت بتكون موجود في السوق والسوق بيكون متواعد. متاح بالنسبه لك م. اما في السوق الثاني اسمه الاسواق المؤقته بمعنى ان شنو عندها فتره زمنيه يعني كاسواق بتاعت المعر... المعارض عموما عموم المعارض يعني المعارض طبعا انت بتيجي تكون فيها تخفيضات ويكون فيها شغل كويس لكن بتكون مدة شهر مدة 15 يوم صحيح. عند مؤقتة في زمن او الاسواق المتنقلة في بعض القرى او المدن او كده بسموه سوق اليوم او سوق الجمعة او سوق كده فده سوق برضو مؤقت فده ده عنده عنده حكم براوي يعني وفي اسواق زمنية برضو الاسواق الزمنية حسب الزمن يعني في اسواق زي ما قلت اسبوعيه او م. شهريه او سنويه يعني في اسواق في السنه بتكون مره مثلا زي اسواق التمور زي اسواق كده بتكون صحيح حسب الانتاج في الزمن الانتاج بيسموها اسواق زمنيه مربوطه بزمن معين حتى اسواق الذره مثلا بعد الانتاج مباشره بيكون في سوق ذره عالي جدا جدا وكل الناس بتيجي تشتري في الزمن ده لانه يكون في وفره في, خفاء في تخفيض وفي اشياء كثيره مربوطه بالزمن صحيح فدي دي انواع الاسواق من حيث استمراريتها يعني دائمه ومؤقته وزمنيه كلها فكلها الاسواق دي بتجمع لنا في بحر كبير اللي هو السوق العام ف... وبرضه بنشوف يعني الاسواق في اسواق بتكون كبيره جدا ومساحاتها بتكون هائله وفي اسواق بتكون محصوره خلينا نقول، هل ممكن برضو نقسم الاسواق على حسب اتساعة. نعم حسب الاتساع الاسواق في اسواق محليه محليه بمعنى شنو بتغطي المنطقه اللي فقط يعني في مدينه معينه يقول لك ده سوق الخرطوم ده سوق كده ده سوق بحري ده سوق يعني محدد بمنطقه وحتى الاغراض اللي فيه بتناسب الناس الموجودين داخل المنطقه وبتناسب المشترين وعلى ازواقه يعني انت لازم تجبع ازواق المشترين في السوق المعين على اساس شنو يكون السوق ده فيه استمرارية. واما الاسواق العالمية دي طبعا اسواق معروفة، اسواق السيارات، اسواق المعدات الحربية، اسواق سوق السلاح، سوق غيره، دي اسواق عالمية ما مربوطة بمدينة ولا مربوطة بدولة ولا ولا حتى عندها قيود، فدي بيسموها شنو؟ اسواق عالمية، حتى لو عندك سلعة عالمية مثلا زي السكر، زي السمسيم، زي دي بتعتبر سلعة عالمية لأنه كل العالم بيستخدمها. في في نفس الزمن وبكميات كبيره <applause> فبتتغير من سلعه محليه لسلعه عالميه وممكن السلعه العالميه تكون سلعه محليه يعني نفس الشيء استخدموها محليا وتتطور استخدموها عالميا بل اسف في التطور الان بتلقى سلعه في دوله معينه او مدينه معينه وخشت على بعض الايادي صنعتها بطريقه كويسه في مصنع هنا كتب على صنع في السودان صنع في مصر صنع في كده ويتوزعت عالميا يعني انت تمشي سوق عالمي بتلقى فيه المنتج, المنتج بنفس الكواليتي بتاعته وبنفس الاسم صنع في السودان او صنع في مصر او صنع في السعوديه مثلا م. فدي دي برضه بتعتبر دي الاسواق العالميه ومنها تكون اسواق محليه نفس الصنعة في مصر ده لو مشيت مصر بتلقاه ولو مشيت اي دوله اخرى بتلقاه بنفس الكواليتي بتاعته مم. فدي دي الاسواق يعني من حيث الاتساع بتاعه في محلي وفي عالمي ف... امم يعني وانت ذكرت دكتور انه حتى تقسيم او تصنيف الاسواق على حسب اتساعها بتعلق كثير جدا مرات بنوع الـ الـ السلع فهل برضو نوع السلع بيدخل في تقسيم الأسواق وخلينا نقول يعني مدى استخدامها أو مدة استخدامها بالنسبة للزبائن أو المستخدمين؟ نعم السلع بتقسم الأسواق من حيث المسميات مثلا نقول سوق العقارات خلاص ده متخصص عقارات تيجي السوق المحاصيل ده بيكون متخصص متخصص في المحاصيل، ممكن يكون سوق المحاصيل ده سوق محلي ويرتقي إلى أنه يكون فيه ناس موردين، يبقى سوق عالمي أو سوق دولي ويبقى سوق عالمي، يرتقي يعني من 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 أدنى سوق لأعلى سوق، ليه؟ لأنه التجار اللي طوروا. يعني فيه هم اللي طوروه، يعني في نظرية العرض والطلب، كلما يكون الطلب أعلى وفي عرض بيطور السوق. وفي مثلاً سوق العقارات برضه سوق ممكن يكون معروف للناس لو انت اصلا في المجال ده بتشتغل على سوق العقارات في سوق السيارات سوق قطع الغيار يعني التخصصيه لما نحن نجي نسمي السوق من حيث السلعه بنسمي السوق المتخصص يعني انا لو جيت عندي داير لي مثلا قطع غيار لسياره ما ممكن أمشي سوق المحاصيل ولا بمشي سوق القطع ولا بمشي سوق العقارات فهنا في التخصصيه بينقلك من من السوق الطبيعي الى سوق التخصص حتى في الالكترونيات هنا معروف في اسواق معينه لو جيت سالت اي حد قلت يا اخي انا والله داير لي كمبيوتر يقول لك امشي السوق الفلاني صحيح بالنيم فعلا. عشان ليه؟ لانه ده متخصص في ذات النوع اللي انت تبغاه وفي سوق بتلقى فيه يعني فيه كل الحاجات ده بيعتبر سوق يعني جامع فيه تلقى فيه الكترونيات فيه جاي تلقى فيه الخردوات بتلقى فيه قطع غيار ده سوق وده نادر يعني ده ما يكون موجود الا في المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه ليه؟ لانه كل الراغبين في نفس الصنعه بيجوك عندك هنا فده ده ده السوق ده نادر ما كثير يعني لكن السوق المتخصص هو افضل واجود للتاجر مه. وللمشتري حتى السوق المتخصص دي دكتور يعني مثلا ممكن نشوف فيه كثير من المحلات يعني مثلا انا لاحظت انه بشوف مثلا في محل تمور مثلا بتلقى انه بعد شويه في كذا محل برضه بتاع تمور فتح جنبه في نفس الصايد فكان دائما بيتراودني سؤال انه الفكره شنو في انه مثلا في محل شغال او ناجح وانه يجوا منافسين له في نفس المجال ويفتحوا قريب منه فكتب بفكر دائما في في الاليه بتاعت العمل طيب ده هو طبعا ده من اساسيات السوق المنافسه روح المنافسه وده المستفيد الوحيد هو المشتري ليه كل ما زادت البضاعه اللي هي العرض وعليه طلب بكون هنا في شنو في روح منافسه المنافسه دي بتدي الى تثبيت الاسعار او تقليلها لان اي واحد داري يجود بعدين بيكون في منتج جيد وبيكون في سعر مناسب وبيكون في هامش ارباح فقط ليه لانك انت ما حر في السوق لو انت غيرت السعر انا بشتري من جنبك نفس الشيء ده عنده تمور زي ما انت قلت وده عنده تمور وده عنده تمور فهنا بيخليك انت تضطر تمشي مع السوق ومع الأزعار الاسعار المناسبه في السوق لانك لو زدت بتكون طلعت من السوق كل الناس ما بتشتري منك ولو نقصت التجار برضو بيعملوا عليك حصار وممكن انت برضو تطلع من السوق فيعني <applause> في, في الحالتين لازم توازي آه. لا يعني تقدر تزيد ولا تنقص يعني دائما القصه دي بتكون في مصلحه المشتري لكن نعم. ما بتكون في مصلحه المستثمر نعم جميل <applause> جدا طيب برضو يعني أقسام الأسواق نحن تكلمنا عن أقسام كثيرة للأسواق تبع لتصنيفاتها خلينا برضو يعني نتكلم عن أقسام الأسواق الاقتصادية هي ممكن يكون شوية مسمى كبير وجامع نعم الاقتصاديين بيقسموا السوق الى اربع اسواق بيقسموا في التقسيم الكبير الى اثنين في سوق التنافس الكامل وفي سوق الاحتكار سوق الاحتكار بينشا منه تحت سوق في احتكار كامل واحتكار جزئي وسوق التنافس الكامل ده السوق المستهدف في كل العالم يعني سوق التنافس الكامل ده مستهدف في كل العالم ليه لانه سوق التنافس الكامل بتوجد فيه خصائص وبتوجد فيه اشياء ما بتوجد في باقي الاسواق الاخرى. وفيه بائعين ومشترين كتار جدا. عشان كده سموه السوق التنافس الكامل، بمعنى انك شنو؟ عندك حريه التنافس. مهي. تجي انت ولا غيرك ولا مهي. يجي اي واحد بيكون السوق فيه فيه متسع فيه متسع. الحاجه الثانيه السعر الثابت في السوق سوق التنافس الكامل. بيكون سعر شبه ثابت يعني ما في حد بيقدر يتحكم فيه لا تاجر بيقدر يتحكم فيه ولا مشتري ولا بايع يعني لانه شنو فيه زي ما انت قبل كميه من الاصناف موحده بشكلها واحد لو بقى في سعر مختلف الناس بتشتري من الأغلى سعرا فعشان كده لابد يكون فيه وحده الثمن كويس وفيه تجانس التجانس بمعنى انه بضاعه مطابقه للبعض البعض يعني تمور تمور خلاص في نحن متصلصة بتدي نفس الغرض اي ممكن يكون الصناعة بتختلف لكن اختلاف الصناعة بتاعتها ما بيعني انها هي ما, ما بتدي نفس الغرض بتدي نفس الغرض بعدين في في دخول السوق او الخروج منه في سوق التنافس الكامل عندك حرية يعني مثلا سوق المحاصيل انا زرعت السنة دي محصول وجيت خشيت السوق وبيحتوي واشتريت السنة الجاي ما دار ازرع المحصول ده دار غير ما في حد بيجبرك لأن هنا ما في ما في قيود على السوق بمعنى أنك أنت تاجر بتاع محاصيل لا ما تمشي تشتغل تاجر بتاع سيارة أنا حر أتحرك من سوق المحاصيل لسوق السيارات لسوق قطع الغيار حسب الإمكانية بتاعتي وحسب الرؤية بتاعتي آه فعشان كده بقول لك الدخول للسوق والخروج منه ما فيه قيود يعني ما انت لو انت تيجي تخش السوق ده بيكتبوك تعهد انك انت سوق المحاصيل ثاني ما تطلع ملزم ما ملزم, ملزم. <applause> كويس بعدين عدم الـ الـ وجود معامله يعني تفضيليه يعني ما بتلقى في السوق في بائع معين افضل من غيره ولا في مشترى معين افضل من غيره <applause> ليه لانك إنت اذا عملت تفضيليه لواحد لازم تفضل كل الاخرين لانه ده سوق مفتوح لو غيرت سعر لشخص قد تغيره لكل الناس فانت هنا بتكون لو غيرته للاقل انت بتكون خسران لانك انت محكوم بسوق ومحكوم ب... بعينه معينه تشتغل عليها. بعدين في سهوله ال... التنقل السلع يعني زي ما اديتك مثال سوق المحاصيل دائما بيكون في المنطقه اللي فيها المحاصيل حيكون في سهوله لنقل المحاصيل من المشروعات الى مكان الاستهلاك او مكان السوق مهي. فانت لو في سهوله بت... السهوله نفسها بتخفض السعر. صحيح عشان كده دائما دكتور مثلا سوق السمك او البنجلة زي ما احنا أيوة. معروف عندنا دائما بيكون قريب من من البحر أيوة. أيوة. مثلا كمثال أيوة. ايوه فدي دي 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 الاسواق المتخصصه او الاسواق اللي فيها تنافس عالي يعني سوق السمك زي ما انت قلتي الان بيكون في 20 مكان او 25 مكان في النهايه كله سمك صحيح وكله بيجي من البحر وبنفس الكميه يلا بتجي الثاني انت داير كيلو 2 كيلو 10 كيلو فانت لو اشتريت من الاول او الثاني او الثالث ممكن قد تلقى يعني تفاضل قليل شديد ما يقدر يفاضلك اكثر من غيره على اساس حيطلع من السوق هنا الفكره هي هي الفكره الفكره في الروح روح التنافس اللي هو الاتساع مم. بتاع السوق والاسعار بتكون ثابته الاسعار ثابته في اسعار مثلاً زي ازعار الخبز انت تشتري خبز ما بتفاصل فيه صحيح معروف ايوه في الوقت بتشيل بتيجي تشتري مثلا لبن بتشتري شيء ما بت ما بتفاصل فيه ليه لانه الاسعار ثابته بعدين في حاجه مهمه في السوق التنافس الكامل اي زياده طرأت على السوق بيكون البايع والمشتري على درايه تامه بها مثلا عندنا المحاصيل السنه دي ما جاء مطر المحاصيل المطريه ما جاء مطر كل الناس عارفه ما في مطر فالسعر بيزيد للغايه يعني انت ما تقدر تناقش ما بتقول ليه زاد فعلا ليه؟ لانه في مثلا صناعه السكر، السنه دي ما زرعنا ما صنعنا سكر. السكر حيزيد وال وال والسبب شنو؟ ما حتقدر تزعل منه لانه معروف، ما انا واضح. السنه دي ما عندنا مصنعنا واقف ما اشتغل ها لك سكر من وين؟ ففي النهايه بضطر شنو؟ أز... استورد السكر من برا وحتجي عليه ضرائب بالتالي السعر سعره والسعر يزيد فتبقى عندك مشكله حقيقيه في زياده السلعه وقد تنخفض اذا انت انتجتها يعني ما ثابت سعر اللي زاد ده ما ثابت. وزي ما قلت لك الخبز مثلا لو ما توفر القمح ما ت... ما قدرنا نجيب المحصول ده في فتره من الفترات اضطر انك تجيب مستورد من برا حترفع السعر وحترفع سعر الخبز وما حيقدر يحترض حد لانك انت ما عندك امكانيه غير انك ترفع السعر لانه بتجيبه من برا. فده سوق التنافس الكامل بيكون المشتري والبائع على فكره تامه بالزياده او النقصان. دي دي ممكن تكون يعني من افضل الـ الـ الشروط خلينا نقول لسوق السوق التكامل تكون مريحه بالنسبه للمستثمر وايضا للزبون في سوق الاحتكار طبعا اللي هو الاحتكار ده ده السلعه الواحده للرجل الواحد انت عارف سلعه واحده لرجل واحد بمعنى انه شنو؟ في رجل واحد احتكر السوق مثلا عندنا في بها كثير جدا ايوه يلا دي عندنا في شنو؟ عندنا في دي وزاره التجاره ولا غيره بيقول لك ده الوكيل الحصري. مم. الوكيل الحصري ده بيتحكم في السلعه. ليه؟ لانه هو عامل كونتراكت مع دوله ما انه هو اللي وحيد اللي بيستورد هذه الصنعه او الخدمه. فهنا الاحتكار المواطن ما بيقدر يعرف ليه زاد وليه نقص لانه ما مطلع على السوق زي ما هو في السوق المنافسه الكامله، بعدين السعر يزيد ولا ينقص انت عندك خيار واحد يا تشتري من ذات يا, يا ما تشتري لكن ما عندك حريه التنقل من شخص لاخر عشان تفاضل في السعر من هنا ولا زي هنا السوق المتكامل ايوه السوق المتكامل وهنا الدخول فيه صعب جدا، هنا قلنا الدخول في السوق المتكامل سهل, سهل. انك انت ممكن تخش الليله سوق المحاصيل بكره تطلع تمشي سوق السيارات بعد كده حر انت يعني حسب امكانياتك وحسب فهمك لكن لو انت مثلا انا انا الوكيل الحصري للسيارات انت بكره قلت تقدر تنافسني تبقى وكيل حصري حتمشي لذات الدوله المنتجه بتقول لك لا الحصري هو محمد لانه ماضي مع عقد ايوه ماضي معاه عقدي لو ادوه لو لو حصل في حد ثاني جاب سياره من ذات الدوله بيكون في شنو انا هنا عندي شرط جزائي بيعوضوني فيه مم. فلا بد من تك هم ذاتهم يعملوا حساب نفسهم الشركه المعنيه الاحتكار ففي الاحتكار الجزئي مثلا قدم الاحتكار الكلي النفر الواحد قلنا ذات السلعه الواحده فده احتكار كلي وما بيقدر يدخل في المجال ده ما لم يعني فيه صعوبه جدا انت كان دار تخش اي بتخش لكن حتمشي دولة اخرى وتعمل معاها عقد وتجيب سيارات لكن ما حتجي نفس الاولى مم. يعني انا مثلا جبت من اليابان عامل كونتراكت مع اليابان انت جبت سيارات صينيه هنا عشان تقدر تخش السوق وبالسيارات الصينيه دي محتاج تنافس ومحتاج اعلان ومحتاج دعايه ومحتاج شغل ثقيل جدا عشان تقنع الناس بان السيارات دي هي هي نفس اليابانيه يعني او على الاقل فيها افضل او تنافس, أو أو تنافس السوق تنافس, في السوق وتنقص سعرها يعني دايره شغل كثير جدا جدا وشغل فيه انفاق عالي جدا لو انت ما عندك الامكانيه دي ما بتقدر تخش السوق بتاع الاحتكار للرجل مم. الواحد اما في احتكار جزئي مثلا الخدمات زي زي اتصالات مثلا الاتصالات دي بيكون في ثلاثه اربعه مقسمات بتاعة اتصال في اي دوله الثلاثه اربعه ديل هي هاي عندهم خدمه بيحاولوا يتنافسوا هم بس في بعضهم لكن لو هم اتفقوا عليك انت المواطن عادي جدا ممكن شنو يعملوا اللي في راسه يعني هم لو اتفقوا كشركتين او ثلاثه لانه ما ممكن ذول يجي يدخل لشركه بتاعة اتصال طوالي كده لا داير شغل كثير جدا وده تصديق من الدولة والدولة صدقت لثلاثة وأربعة ما بتصدق للباقين مم. فهنا ديل بيبقى بهناتهم في روح مش تنافس تعاونية, فروح تعاونية. مم. لأنه لو بقت في روح تنافسية في صالح المواطن وقد قد يقفل تقفل لأن الشركات دي حاسبة بالملي زي ما أي خسارة أي شيء لأنه أول حاجة إنفاق عالي موظفين كتار بتدفع ضريبة عالية كذا لازم تشتغل على الرينج أو تزيد شوية كويس الأسعار بتكون ثابتة لفترات متاحة معينة لكن بتتغلب مع تغلب التغير العملة أو أو تغير السوق مم. في الاحتكار الجزئي ده بيتغير يعني أديك مثال عندنا في السودان الاتصالات كانت معروفة عالميا أرخص اتصالات في العالم مم. ليه لأن الجنيه السوداني كان متعافي أول ما جاء تضخم وحصل تضخم الآن الاتصالات بقت رقم ممكن كثير من الناس خلوا الاتصالات بسبب السعر العالي اصبحت رفاهيه ايوه يلا ليه لانها في السوق سعر السعر التعامل التعامل في السوق زاد زياده ما طبيعيه يعني ما زاد بنسبه قد هون يتجاوزوا لك لا زاد بنسبه لابد منهم يزيدوا ويواجهوا السوق لو ما واكبوا السوق حيطلعوا من السوق كلهم كل حساب. مواكبه السوق دي برضه نقطه مهمه لانه نحن ممكن نشوف يعني مثلا زياده في الاسعار لكن ما في تطوير في الخدمات المقدمه نعم ليه ما في تطوير لانه كلما انت تطور معناه حتصرف تصرف معناه مفروض مقابل الصرف يكون في ارتفاع في الاسعار عشان يكون في ايراد يعني انا لو 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 زدت الخدمه بتاعتي زدتها معناها انا مفروض اكون جودتها هنا دي بيكون ما في ما في سبب خلاني ازيد غير الجوده لكن الان انا زدتها مقابل ان السعر زاد اللي هو السعر التنافسي السعر التنافسي انا يا داب وصلت مرحله التوازن مع السعر التوازني مم. لو قمت زدت ثاني على اساس اجود الخدمه رجعت لنفس المربع الاول نفس المشكله المفروض اطلع من السوق لانه مم. غيري ما زاد فانا بخلي نفس الخدمات لكن بزيد في سعر المنتج تبغى الخدمة هي هي لكن سعر المنتج زايد فانت ما بتلقى تحسين وكل ما تلقى انه ما في تحسين انت بتتضجر انت كمستهلك بتتضجر يا اخي انت زدت لي السعر وليه ما في تحسين؟ لو انت رجحت انه هو ما زاد مقابل الخدمات زاد مقابل سعر السوق ارتفاع المنافس ارتفاع, ايه. ارتفاع العمله ارتفاع العمله ارتفاع السوق نفسه تحرك يعني مشى للاعلى في تضخم زياده كل ما جت تضخم كل ما زادت الخدمات فسوق الخدمات يختلف تماما عن سوق السلع الخدمات ما فيها احتكار مم. يعني ما بيزول بيحتكر ليه اتصالات بيقول خلاص خلي الناس زي الشهر كده ما يضربوا يقعدوا ساي <تصفيق> <تصفيق> ما بتقدر تعملها مم. لكن انت يعني مضطر انك تنافس او تمشي مع السوق يعني السوق فيه تضخم مفروض تزيد صحيح في زيادة, زيادة بعدين مرات بتخش حاجات جديدة مثلا دولة تكون ما فيها ضرائب خش الضريبة لازم مم. تزيد الخدمات ليه لانه بيفرض عليهم الضريبه نفسها فالضريبه بشيله من منه بشيلها من المواطن فكده لازم تزيد على اساس تقدر تأخذ الضريبه وترجعها للدوله ما انت في الضرائب كل الشركات بتعتبر شنو موظفين عند الدوله وتحصلين بتحصل الضريبه وترجعها للدوله فقط ليس الا فهنا برضه لو تيجي تخش او تزيد نسبته مثلا انا كان نسبتها 5% بقت 10% هنا مفروض الاتصالات تزيد معها السوق كله حيزيد بيزيد بنسبة 10% اللي بيتحمل من المستهلك النهائي أي مستهلك نهائي بيتحمل الضريبة ودي ما عندهم فيها يد يعني السوق ذاته ما عنده فيها يد دي دي, دي حقة الدولة مم. وكلما الدولة زادت النسبة أو دخلت ضريبة جديدة فالسوق بيزيد تبعا آه للقوانين الجديدة الموجودة في الدولة يعني ده كلام جميل جدا عشان نحن نعرف آآ أنواع آآ أول حاجة معنى أو ما هي السوق وأنواع السوق ويعني مؤخرا الكل بقى عنده الفهم أو الفكر الاستثمارية أنه يعني أنا حابب أنه أنا أكون لي استثماري الخاص بقى في وعي في أنه أنا والله عشان أقدر أكون آآ متحرر ماليا لازم انا اكون شغال في شغلي الخاص فدائما بالنسبه للمستثمرين اذا كان انا عندي موضوع مشروع معين او حابه افتح مشروع كيف انا اختار السوق المناسب لي دكتور؟ طيب السوق المناسب لك ده انت عندك ادوات تستخدمها نمره واحد انت دار تخش في اي مجال مم. لازم تسال نفسك السؤال ده ما تكون عشوائي بس تقول لا آه انا اخش هنا وهنا 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 لا، حدد مجالك نمره واحد، نمره اثنين راس مالك والسوق، ما في اسواق ما بتقدر تخشها باي راس مال. يعني زي اسواق السيارات مثلا او اسواق السلاح او غيره، ما بتقدر تخشها باي, بأي هنا. دي لازم تخشها براس ضخم جدا، لكن انا كمبتدئ لازم اشوف السوق التنافس الحر اللي هو سوق التنافس الكامل. التنافس الكامل ليه؟ لانه انا سلعتي دي لو جبتها وما اتباعت من مشترين التجار بيشيلوها مني حتى لو باقل من السعر اللي انا مم. ما انا زوج جديد ممكن ما يكون عندي منافسين ما عندي هذا الحاجه الثانيه لابد من تكون عندك موقع والموقع ده لازم يكون في دعايه وفي في 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 اعلان له رسمي لانه الاعلان والدعايه بيجذب لك المشترين فانت لو لقيت موقع حتى السوق نفسه في مواقع في السوق بتلقى سعرها اعلى من المواقع الثانيه ايجارا يعني تاجر داع ليه؟ لانها دي في الواجهه دي اللي كل الناس بتيجي خش السوق باتجاهها دي بتكون عاليه جدا. في انسان بيكون في اخر السوق نهايه السوق بغادي ما في انسان جايب لكن في نهايه السوق ده لو كان اعلانك قوي وعامل الناس عروض حلوه بيصلوك حتى لو يصلوا يشوفوا بعينهم بس ما يشتروا هم بيصلوا م -م. يلا دي بتبقى ليك. انت دي, دي, دي الطريقه اللي انت المفروض تخش بها السوق اول ما تخش السوق تخش وانت عندك آه يعني امكانيه انك تقدم نفسك م -م. يعني تسوق لنفسك انت قبل ما تسوق لبضاعتك فالتسويق للنفس يعني بيجي بالدعايه والاعلان فعلا. بيجي بـ بـ بالعروض يعني انا ممكن اعمل عرض لحاجه حتى لو اخسر فيها لكن انا خسرتها الان لكن كستة زبون. صحيح. فدي دي ألعب. دي يعني وشرحك للموضوع انا يعني استحضرت كثير من المواقف مثلا في سوق سعد قشه بما انه من اكبر الاسواق الموجوده في السودان في محلات نحن بنفتش عليها بالاسم بنكون حابين حابين انهم انه نحن نوصلها حتى لو كانت في اخر السوق. نعم م. وحتى لو انت وصلته ما بتطلع منه لازم تشتري منه حاجه لانك انت جايبه فهم يعني واثق من انه دي بضاعه الدوق عنها نبزه صحيح وحلق يعني الحاجه الان ايوه عنا عنها نبزه قال لك والله انا اشتريتها قبل كده يعني حكى لك اي واحد صديقك اخوك كده قال لك انا اشتريت من الدكان الفلاني او المكان الفلاني بالاسم فعلا جايب توصيه ايوه بضاعته جيده مم. وسعره كويس والزب والتاجر برضه بشوش وبيقدر يتخاطب معاك وبوصلك للفكره اللي انت في راسك فده التاجر اللي انت بتنشده لكن لو انا جيت قلت لك كده قول له يا هدى يا داير يا امشي بمشي مم. ما انا اصلا ما مجبور اشتري منك فعلا فانت هنا التاجر المفروض تكون من اهم حاجات التاجر المفروض تكون رجل مبتسيم وعندك هدوء في السوق وبتقدر تعرض بضاعتك باسلوب حلو جدا. ليه؟ لانه الاسلوب ذاته جزء من البيع. مرحبا بك يتفضل والمكان مكانك واللي انت تبغاه ماشي كده كلمات أي في النهايه بشيل منك قروش يعني فهم. هو ما بديك لله صحيح. لكن بكون قال لك بطريقه طيبه ووصل لك الفهم وانت اشتريت منه وحبيته في نفس اللحظه انه ده انسان كويس بت... انت نفسك بتبقى بتسوق له عند الاخرين مم. تقول والله فلان كويس وبضاعته كويسه وتعامله كويس فده ده 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 اسلوب بتاع التاجر يعني ممكن التاجر نفسه ايوه انا بعرف التجار كثار كانوا يعني يعني فراشه سايب بيفرشوا برا ساي في السوق لكن اسلوبهم حلو قدروا كسبوا زباين وتطوروا وبقوا تجار يعني ارتفعوا لدرجه انه هو واحد بقى تاجر مورد وكده باسلوبه يعني قبل ما يكون بماله يعني انا 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 كده يعني ممكن تكون فهمت انه انا مثلا لو حابه انه انا افتح مشروع معين اذا كان اخترت المجال او نوع السلع اللي انا حابه افتح فيه ومثلا اذا كان اسبيرات مثلا للسيارات فانا حوشي افتح المحل ده في سوق او مجمع الاسبيرات عشان انا اكون وفرت على نفسي حته الدعايه وحته التسويق للمحل الجديد نعم انا وفرت وخشيت في مجالي يعني مم. انا لما أنا اكون مثلا انا عندي زي ما قلت قطع قيار مشيت فتحت جم ناس الموبايلات منو اللي بيجيني؟ صحيح ما فيش اللي <applause> لانه زي اللي بيجي السوق ده عارفه ده سوق موبايلات مم. انا جاي اشتري موبايل داري اشتري كفر داري اشتري مم. شاحن لكن لا يمكن يخطر ببالي انا جاي سوق الموبايلات واقوم اخش على بتاع السيارات <applause> <سيارة تصفيق> فانت <تصفيق> لما تختار المكان ده بدايه السوق وانا قبل في بدايه حديثي قلت لك نقطه بدايه طب. الطبيعيه للاقتصاد السوق م. يعني بمعنى صح أنك نقطه بدايه انطلاقك الحقيقيه اختيارك لمكانك اللي بتبدأ منه م. طيب انا كيف اذا كان انه انا مثلا في محل اسبيرات وحابب انه انا افتتح محل وداير انه يكون بضاعتي تكون مميزه دايما بنشوف والله يقول لك البضاعه دي اصليه والبضاعه دي ما اصليه وبضاعتي مثلا غاليه او سعرها زايد شويه عشان انا بضاعتي اصليه وباقي المحلات بضاعتها تقليد طيب هو طبعا انت البضاعه الاصليه دي بيطلبوها نفر قليل من الناس. مم. بعدين البضاعه الاصليه اصلا مربوطه بالمورد اللي هو ال المحتكره السوق ده أيوة. ده ده بيجيب البضاعه الاصليه ليه؟ لانها بتجيبها من منشاه ومن اصلها. مم. فانت دي بتشتريها جزء ما بت... ما بتكون دكانك كلها بتشتري كله جزء باحتبار شنو؟ ده برضه في ناس بيطلبوه، يعني انت كل ما نوحته نوحته في البضاعة، مثلا جبت تايواني وصيني درجة و... أولى درجة ثانية أيوة. حسب الناس بتجيك حسب قروشها، يعني دي شغل الصين، الصين ده غزة العالم ليه؟ بتديك حسب السوق الأفريقي عنده جودة معينة، مم. السوق الآسيوي عنده جودة معينة، السوق الأوروبي عنده جودة معينة، السوق الأمريكي عنده جودة معينة، وكل الأسواق دي شغالة بضاعة صينية فانت بتيجي تلقى البضاعه الصينيه بت... 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 تقول سبحان الله كيف دي بضاعه صينيه واللي في افريقيا مثلا بضاعه صينيه مم. مثلا اقرب مثال الايفون من اجود التلفونات الشرينات صيني صح لكن بتمشي تلقى هناك تلفون صيني في افريقيا بتشتريه بقرشين ولا بثلاثه ما اعرف لكن ممكن ما يعدي معك اسبوع مم. وممكن تتكلم كده ما يخليك تكمل مكالمتك من السخانه ليه لانه جابوا لك حسب قروشك انت داير ب 100 جنيه انا بديك ب 100، لكن ب 100 ده عمره الافتراضي بيكون ست شهور على قدر ال 100 ايوه قدر ال 100، <applause> وبيجيب لك تلفون لو انت شلت عمره الافتراضي ممكن يكون 10 سنة أو 15 سنة. مم. لكن لأنك أنت الـ 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 المشتري ما هم بيعملوا مسح في السوق، المشتري ده الدخل اليومي بتاعه أو الدخل الشهري ما بيساوي التلفون ده، يعني أنا لو جبت دكاني كله عملته تلفونات ايفون ايوه وأنا في السودان ما بتوقع انا في الاسبوع ابيع اثنين في الاسبوع يعني ايجار المحل ما حاطلعه فهمت علي؟ هين الفكره لازم. ايوه الفكره انا اجيب أربعة تلفونات او خمسه تلفونات ايفون اخذتها بقدر اجيب كل انواع التلفونات بيجيني الداير ب 200 بدي والداير بمليون بدي والداير ب 10 مليون بديه, بديه. فهنا الشغل بيكون متحرك بتكون انت شنو كسبت كل انواع الزبائن الزبون اللي عنده قروش قليله واللي عنده قروش كثيره واللي بيعرف السوق واللي عنده مواصفات معينه واللي ما عنده مواصفات داير بضاعه والسلام بدون اي مواصفات بس شكل كلهم انا بقدر اجيب لهم زي ما قلت انت بضاعه درجه اولى ودرجه ثانيه وثالثه ورابعه انت وقروشك نفس ده موبايل بيتكلم وده موبايل بيتكلم لكن بيختلف الكواليتي الجوده والكواليتي انت ذكرت من مثال حلو جدا اثناء نقاشنا وقلت انه ممكن يكون في تاجر مفترش وعنده منتجات بسيطه جدا لكن يقدر يطور نفسه الى ان يكون له محل خاص به التدرج ده افتكر هو مطمن جدا للناس الحابين أنه هم يستثمروا دائما بيحبوا يبداوا بالقليل بنشوف اغلب السيدات خلينا نقول مؤخرا بيحبوا انه يكون عندهم منتجات لكن من غير ما يدفعوا ايجار محل او كذا بتكون المنتجات موجوده في مخزن والتسويق لها بيكون عبر السوشيال ميديا طبعا ده سوق جديد وسوق قوي جدا لكن فيه مخاطر المخاطر بتاعته دي لا بد من تتحسب لها يعني انا التواصل الاجتماعي ده ما كل الناس بعرفه، وما كل الناس صادقين فيه وما كل الناس بيطلبوك سلعه بيوافقوا عليها يعني انت ممكن على الاقل انا طلبت منك سلعه وجبت علي والله لحد المنزل بتاعي ممكن م. اقول لك ما دايره بعد كله م. فانت خسرت المشوار ماشي جاي في ناس بيكونوا كذابين اول ما انت تحركت من المحل وقلت خلاص اوكي انا جاي عليك اقول انا غيرت رايي مو غيرت بيقفل تليفونه انت <applause> <applause> بتلف بتلف بترجع ثاني محل انت ففيه مخاطر لكن داير داير وعي وداير يعني اول حاجه يكون عندك موقع موقع حقك خاص بك على اساس تقدر يعني انت ما تفك زي في الفيس في البتاع انت الموقع بتاعك ده بيوفر لك حياة اول حاجه زبونك بكون انت اخذت الايميل بتاعه اخذت تليفونه ستبته عملت له ستب يعني لو ما فتح التليفون الليله بيفتحوا بكره وبيفتحوا بعد بكره وانت بتكون متابع معه لكن انا في الفيس ممكن اغير صفحتي ذاتها اها حتلقاني وين ثانيه فهي انت لازم السوق ده دار تخش السوق بتاع التواصل الاجتماعي خشوا بموقعك سوي لك موقع والموقع ده خليه يكون فيه عرض لمنتجاتك وازعاره وفيه طريقه بتاع الدخول عشان تطلب المنتج وفيه حفظ لتلفونك وحفظ لبياناتك بعد ذلك انا بتعامل معك باعتبارك شنو انت مشتري لكن انت لو رفضت ببياناتك اكيد انت ما مشتري واكيد انت انسان داير تتكلم والسلام بس انت علي لكن لما انت تديني كل بياناتك عبر التلفون او عبر الرساله معناه انت جادي وانت فعلا طالب راغب المنتج فالسوق ده برضه عنده 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 دخول يعني ما ممكن تدخل ساي، لازم تدخل وانت عارف انت عندك موقع وعندك عرض وعندك طلب وعندك كده، فالعرض ده, ده واحد من الحاجات اللي انت مخليك استمراريتك يعني بيوفر لك الاستمراريه، مم. غير كده بتطلع من السوق. ايوه لازم يكون في خطه يعني مسبق مسبقه وبلان واضحه، آه لكن فكرتي انه انا احاول اجرب منتجات احاول ان اجرب حظي دائما انا بفتكر انه فكره التجاره والاستثمار هي فكره يعني بنشوف اغلب الهوامير في الاسواق بيكون دائما هم متوارثينها لا فكره انه انا كحابه انه انا ادخل مجال الاستثمار بيكون في شويه خوف كده وكمان من المشاكل اللي ممكن تكون يعني قريبه مني دايماً بشوفها زي ما انت تفضلت في فيسبوك بما انه اكثر التطبيقات انتشارا في السودان ودائما بيستخدموه فكره انه انا يكون عندي منتج وبسوق له عبر فيسبوك وفي نفس الوقت المنتج ده انا ببيعه بالتقسيط عشان انا اقدر اتاكد من انه المنتج ده حيشتروه ويوصل لي كافة الطبقات الاجتماعية بتبقى المشكلة هنا في الأقساط وتجميع الأقساط وهل الفكرة دي من الأساس دكتور هي فكرة صحيحة ولا لا؟ والله شوف فكرة التواصل الاجتماعي دي فكرة فيها خطورة عالية عالية أنت بتغامر بخطورة عالية جدا لأنك أنت الإنسان ما بتعرفه لا بتعرف سكنه لا بتعرف موقعه لا بتعرف هل هو هل ده اسمه الحقيقي ولا ما اسمه ففي حاجات كثيره ما ممكن تخاطر بانك انت تديه زي ده ممكن في في حاله واحده الدفع عند الاستلام وده بوضحتك جيب الدين فلوسنا شلت فلوسي سلمتك بضحتك دي ممكن ما تكون المشكله وسيلة. بتكون دكتور ما في ما في ما في ما في قروش ما في سيوله فانا لو 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 انا حابيع منتجي بالطريقه دي فانا ما حلقى يشتري مني طيب انت اخش السوق خليجي كالمشتري المشتري واكتب في دكانك لل... بالاقساط أول حاجة انت عندك موقع وهو بيجيك ببطاقته وبتاخذ بياناته وبتاخذ تلفون وبتاخذ يعني بكون عندك استماره املاها لك مقابل الاستماره دي انت تديه بالتقسيط لانك مم. عرفت شغال وين واللي لو تلفونه ده ما يقول لك في تل... شخص ممكن نرجع له وكده فانت المعلومات بتاعت الاستماره دي هي اللي المعلومات اللي بتخليك تستمر انت في السوق اصلا مم. ليه؟ لانها المعلومات دي معلومات كلها حقيقيه تم منه مباشر وحتى عملت تلفون إضافي لشخص آخر وكذا يعني أنت استوسقته أخذت تلفون والإيميل بتاعه وأخذت مكان عمله وجبت إنسان يضمنه أو شيخ ضمان فهنا تأديه بلا لكن أنت تدي لك إنسان في الهوا ساي أنت تلعب بسوقك بتلعب الآن في في حاجة مهمة يعني في السوق بالذات في الباعة المتجولين أكثر الناس بيخافوا من الباعة المتجولين ديل في أنه بضاعتهم ما مظبوطة ليه لأنك أنت ما عندك موقع أي أنت أنا اشتريت منك واكتشفت أنه البضاعة دي بايظة أو تاريخها منتهي أو الدائم ما بتقدر أوديها لكن لو كان الباع المتجولين ديل نفسهم خدتم بضاعتهم دي إن شاء الله في مكان صغير كان أنت بتشتري منهم بثقة أعلى كويس والباعة المتجول المتجولين ديل سعرهم لهم صح في السوق ليه لأنه معلوم يجر عشان كده كمية التخفيض لأنه في ناس بيخافوا يقول لك ليه السعر, السعر ده هنا ب 10 ريال وده عنده ب 8 معناه في مشكلة ممكن يكون ما في مشكلة لكن هو الاتنين ريال اللي 2 ريال دي خفضه مقابل الإيجار هو ما ما عنده إيجار أصلا ما بايع متجول لكن الباع المتجولين نفسهم لو كانوا عندهم فكر مفروض ما يبيعوا في السوق كويس الباع المتجول يترحل للمشتري في مكانه في مكان سكنه في مكان عمله مم. ده الانسان اللي بيقدر ينتج لانه انا لو جيت خشيت لي شركه وشايل في ظهري ملابس ولا حاجه بايع متجول اللي بيشتري مني بيكون عارف مكتب وين وشغال وين وممكن اديه يومين ثلاثه بعد شويه انا ممكن اكسب الشركه دي كلها لانه اشترى مني دينا بتكلم محمد محمد علي عليك والله ما في بيكون شنو بيبقى لك سوق انت بتكون خلقت لك سوق لكن لو انت تكون بايع متجول داخل السوق المشتري ده ما عابر ما, ما عنده مكان مستقر فيه ما بتقدر تخلق سوق فانت كبايع متجول داير تستمر اطلع انت بوضحتك للناس في مكان في مكان سكنه في مكان استراحاته بتلقى الناس اكثر وبيشتروا تلقى لنفسك سوق اكبر يعني صاحب يعني دي دي معلومه يعني ممكن تكون تصحيحه مهم جدا لانه بنشوف مثلا الباع الباعه المتجولين بنشوف مثلا اذا كان خلينا نقول ساعات بنشوف بسطة الساعات بنشوف البائع المتجول بياخذ نفس البسطة بتاعة الساعات في مقابل محل الساعات اللي فيه الساعات بتكون بسعر معين وماركات محددة فبنلاقيه انه هو موجود وحتى لو اصحاب المحلات انزعجوا من الموضوع ده فيعني ما بيكون في تجاوب او خلينا نقول بيكون دائما في تصادم بين اصحاب المحلات والباعة المتجولين طبعا لأنه الآن آن أي إنسان مؤجر لو شاف بايع متجول بفرش نفس البضاعة قدامه في بسطة بيمشي بيفتح فيه بلق مم. ليه؟ لأنه السوق مانعة الآن الأسواق لو مشيت لأي إدارة بتاع السوق وده بايع متجول بيقول لا لا ما تفرج قدام لانك انت انت بتبيع بسعر اقل من سعري وبتبيع نفس بضاعتي وتجي تقول قدامي تبقى دي هنا فيها فيها يعني شغل ما طبيعي يعني اول حاجه دي انانيه <applause> فعلا معنى الكلمه يعني ما ممكن الزبون الجاي ده جاي يشتري مني انا في الدكان هنا بيلقى عندنا زي ما قلت الساعات ب 60 عندك انت بره ب 30 منك انت فعلا لكن في حاله واحده بس في ناس بالناس الناس اللي بره ديل بيفرشوا بره في السوق ديل في البسطات البرد بيكونوا هم اصحاب التجاره جوا نفسها لكن البضاعه الراقده بالدوله ده على اساس يمشيها باي سعر حلوه التعاونيه الموجوده في أيوة في السوق ايوه دي في كثير جدا المحلات تلقى فارش قدام المحل مم. تاكد انه بضاعته دي كانت راقضة جوه المحل وده بيعمل في التسويق بسعر اقل عشان ما ياثر على الاسعار الداخليه وما ياثر على البضاعه ذات المنتج الجديد يعني أنت حتى في ناس عندهم بقالات بتلقى برا واحد يفرش صابون وظهر وبتاع وقصة دي دي نفسها كانت راقضة جوه الدكان ما هي اول حاجه في رفوف ولا والناس ما بتطلبها ليه؟ لانها اصلا ما ما ظاهره فعملوا لها اعاده اعاده تسويق أيوة. و, و... بطريقه الدكان وبيبيعوا فيها بسعر اقل وكذا، ومرات بتاع الدكان الجوزات بيرشدك لما تقول له يقول لك امشي بجد بجد يا دكتور يعني التجاره شطاره. نعم. يعني الليلة في حلقتنا لليوم دي انا اقتنعت تماما بالمقوله دي انه التجاره شطاره، وانه انا لما لو حابه انه انا ادخل مجال الاستثمار والاقتصاد لازم اكون واعيه وعلى درايه بكل التفاصيل دي ومن الافضل دائما استشاره اهل العلم بالموضوع ده ودكتور محمد حماد ادم شكرا لك وشكرا على كل المعلومات اللي بتفيدنا فيها في كل اسبوع في حلقه اقتصاديه شكرا لك جدا وجودك معانا اليوم شكرا لك للمره الثالثه وشكرا ايضا مشاهدينا الاعزاء على حسن الاستماع وشكرا ايضا للكاست العامله على حلقه اليوم الى ان تقيكم ان شاء الله غدا في حلقه جديدة ألقاكم على خير وصحة وعافية في أمان الله.